الحمد لله كان الإقبال، كان الناس كيتقداو، الناس كان الإقبال للسوق، والسوق فيه الموجود. وبالنسبة للملابس التقليدية راه تبارك الله الناس ولاو كيتوعوا دابا يهتموا بهاد الملابس هادو. وبالمناسبة ديال العيد كيكون الإقبال تبارك الله الحمد لله اللهم لك الحمد. هاد العام يعني سامارش يعني مزيان بارابور مع العام الفايت، كاين شوية ديال الرواج، وكما كيقولوا ديما العيد الصغير ديال رمضان كيكون كيمتاز على الاعياد الاخرى، يعني هو تيكون ديال الملابس وديال يعني الكسوات العيد، ماشي بحال العيد الكبير عيد الاضحى كيمتاز بالاضحيه، يعني المصاريف كيكونوا كثار فيه والرواج تيكون ناقص بالنسبه للملابس. هذا هو اللي كيمتاز العيد الصغير. وبالنسبه للمحلات اللي كاينين هنا يعني جميع الانواع ديال الحرف كاينين حاليا، يعني كاين الماكياج، كاين الملابس التقليديه، الملابس النسائيه، الملابس الرجاليه، يعني كل شيء متوفر داخل السوق. الحمد لله كاين الرواج في هذا الهواشر هذا بالخصوص في رمضان، الناس يعني كيتقداو بزاف في العطور البخور، يعني كل ما يخص يعني هذه المناسبه هذه ديال العيد المبارك عيد الفطر. كان الاقبال الحمد لله رغم الظروف يعني الصعبه اللي كيمر فيها يعني الاقتصاد العالمي بصفه عامه، الا انه الحمد لله دائما المغرب يعني متميز. كنبيعوا اللباس ديال الشلحه بجميع الانواع، يعني كاينين الرجال كاينين العيالات. بالنسبه للفتره ديال العيد صراحه اطمئنه مناسبه، وكاين الاقبال على هذا الشيء ديال الامازيغ خصوصا ديال الرجال والدراري الصغار، الدراري الصغار بزاف البنات، يعني بالنسبه لنا حنا كاين بيجامات، كنديروا بيجامات ديال البنات الصغار بالنسبه للتقليدي، والرجال حتى هما كيتقداو البلاغي وقندورات. الحمد لله هادشي لقى الاقبال بزاف، الحمد لله هاد سوق الحريه ما كانش معروف واحد المده، ولكن دابا ولاو الناس دابا كيفضلوه هنايا على كاع الاسواق، كيفضلوه بزاف على سوق الحاد، على انزكان، على من بين كاع الاسواق هادو اللي لقى واحد الاقبال كبير. اللهم لك الحمد. واخا كاينه واحد الفتره ديال التراكمات ديال الاسعار وديال سميتو، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا اللي لقى الاقبال كبير بزاف ديال الملابس ديال الاطفال، ملابس ديال الاطفال ديال البنات الصغار، المهم اون جينيرال الحوايج ديال الدراري الصغار. الحمد لله الاسعار في المتناول ديال الجميع، لا بالنسبه للصغار لا بالنسبه للكبار لا بالنسبه لكل شيء. اللهم لك الحمد. واحد شويه الوقت غدا وسبحان الله العظيم كتنقش شويه، ولكن الحمد لله كنحاولوا ما امكن نديروا اثمنه مناسبه للكليان ديالنا.